أمي. نعم. رح فوت على أوضتي، لازم كمل دراستي قبل ما أنعس. شو رأيك ضبلك الأكل؟ لأنه عمو فكري شكله ما رح يجي. لا ما بدي ضبه، ما بقى إلا يوصل، نستنى. طيب مثل ما بدك. فكري بيك، فكري بيك إجا، فكري بيك. أهلا وسهلا يا فكري، كتير كنت قلقانة عليك. أنت ليش هيك تأخرت؟ شيماء ما تواخذيني لأنه تأخرت عليكي، كنت بالمغفر أنا مرتضى مشان هيك تأخرت. شو؟ هاي القصة. شو عم تقول؟ ليش شو اللي صاير معك؟ شكرا. شوفي شو بها، رجعت لهون؟ احكي، صارحني. بدك تتركني وترجع انت وياها؟ لا مو هيك القصة، بس شوفي الصورة. صورة؟ هاي مو صورة شكرا؟ ايه صورة. يا ربي دخيلك. وليه؟ رحت على المشفى لأطمن عليها، بس لسوء الحظ ما لقيتها. أكيد هي بخطر، ما منعرف شو صاير معها. شي ما سامحيني، أنا صار لازم أمشي. ليش؟ شي ما، أنا ضروري دور على شكرا، بتضل أم ولادي. فكري بجوز تكون رجعت على البيت، يعني وين بدها تروح؟ ما لها مكان تاني؟ لا، إذا في حدا ملاحقها أكيد رح تهرب وما رح ترجع على البيت. فكري أنا بدي دور عليها معك. أنت شو قلتي شيماء؟ قلتي بدك تدوري عليها معي، هيك سمعت أنا؟ إيه، من شوي قلت إنه شكراً أم ولادك يا فكري بيك، أنا بدي أوقف معك بهالموقف الصعب، بس هلأ فوت ارتاح شوي كل لقمة، شكلك تعبان كتير والصبح منطلع مندور عليها. قديش أنا محظوظ فيكي. أنت شو أنت إنسان ولا ملاك شي معك؟ ما أنا أصلاً أخذت هالحنية منك يا فكري، ممكن تعطيني إيدك؟ يلا. بدي وقف بجنبك، تمام؟ بكرة بتشوف رح نلاقيها، أنت ما تاكل هم أبداً، ماشي؟ ردي على التليفون. أوه.
يلا تيتي فرشتك صارت جاهزة. طالعة. تصبحي على خير. ليش متصلي بهالوقت؟ إن الرقم المطلوب مغلق، يرجى إعادة الاتصال لاحقا. يا رب ساعدني يا الله. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.